خلط الحكومة، فما سبب تغيير الاتجاه؟ طبعا من صف المعارضة، وكنا من ضمن النواب المعتصمين خارج مجلس الأمة حينما كانت الحكومة تحاول التجاوز على الدستور، ولكن بعد طلب سمو الأمير لحضور الحوار الوطني وتزكية مجموعة من النواب للدخول في الحكومة، فإحنا دخلنا الحكومة رغبة منا في تحقيق أرضية للتعاون وتحقيق تطلعات الشعب الكردي. هل تم تحقيق هذه الرغبة عند دخولك الحكومة؟ للأمانة إحنا بالنسبة قبل لا ندخل الحكومة، إحنا استطعنا من خلال الحوار الوطني أن نلغي تأجيل استجوابات المزمع تقديمه، وتمكين النواب من مساءلة رئيس الوزراء، وهذا التجاوز على الدستور احنا كنا رافضينه. وشكرا، يعطيك العافية.